ربما يتصور أيضا أن لو ظهر الإمام صلوات الله عليه لزالت الشبهات ولكان الأمر واضحا. فنحن الآن في حيرة، فعلينا أن لا نكثر من الجدل ومن الكلام ومن البحث، لأننا في زمن حيرة، هكذا يقال. فدعونا ننتظر فقط، هذا الذي يسمى الانتظار السلبي، ننتظر من دون فعل. فهل هذا التصور تصور صحيح؟ هل علينا فعلا أن ندع الأقوال وأن ندع البحوث ونقول دعونا ننتظر؟ وما أدرانا لو انتظرنا وظهر صلوات الله عليه لقلنا له نحن في خير، لقلنا له نحن مشغولون عنك، لقلنا له نحن عندنا أهل وأموال والتزامات ولا يسعنا أن نلتحق بك بهذه السرعة، أنت تطلب النصر فورا أو تطلب النصر فورا ولا يسعنا ذلك، أمهلنا قليلا. كل هذا قد قيل لسيد الشهداء صلوات الله عليه، لذلك تجد أن الأنصار هم قلة. لعله أيضا يتصور أنه لو ظهر صلوات الله عليه حتى هذا التفكير يزول، يعني بعبارة أخرى لو الإمام صلوات الله عليه يظهر الآن كل هؤلاء اللي تشوفوهم الآن يتعاركون بيناتهم، واحد يريد يثبت أن الثاني على خطأ، واحد يرمي الآخر بأنه منحرف أو بأنه في غير درب الحسين صلوات الله عليه، كلهم تشوفهم شنو اتحدوا وذهبوا لنصرة الإمام عليه السلام، لأنه حتما إحنا شيعة بالتالي، هكذا يقال صحيح، إحنا شيعة، إذا ظهر الإمام زالت الشبهات. وما أدراك أن الفتنة أشد عند ظهوره صلوات الله عليه، يفتتنون الناس أفواجا أفواجا، عينا كما حصل في السابق، والذي لا يتعلم من التاريخ يسقط في المستقبل. أن تنظر، انظر إلى من كان يحيط بالحسين عليه الصلاة والسلام، وانظر ما قيل له، وتعلم من هذه الدروس، وانظر أين وصلوا أو كيف وصلوا أصحاب الحسين صلوات الله عليه وسلام الله عليهم إلى هذه المرتبة وإلى هذه الدرجة، بأي تضحيات، بأي فكر، بأي عقيدة وصلوا لذلك، ستعلم كيف تنصر إمامك صلوات الله عليه. فممكن واحد يقول طيب أنا الآن ما دام أحافظ على نفسي كشيعي، يظهر الإمام صار ما صار أنا راح أنضم إليه، سهلة بعد. ومن قال لك أنك لن تفتتن؟ فتنة عظيمة، منها مثلا، منها، وقد البعض يتصور لا هذه مو فتنة، شيء أمر يسير يعني، بس لو كنت لا تعلم شنو تسوي. مثلا عندما يصلب أبو بكر وعمر لعنهم الله، الإمام صلوات الله عليه يقتلهما من جديد، بعدين شنو يصير؟ تخرج الشجرة بطريقة إعجازية مورقة، عجيب، أبو بكر وعمر، الإمام صلوات الله عليه يصلبهما ويحرقهما ويحرقهما، بعدين هاي الشجرة شنو علتها؟ إذن هذه كرامة، هذا دليل. أنا لا أتكلم الآن عن البكرية وعن المخالفين، لا، أتكلم عن الشيعة. أنت إذا في هذه الأيام ترى شيعة يقولون وما أدرانا أبو بكر وعمر في الجنة أو النار، الله يحاسبهم، ليش نورط أنفسنا؟ ما أدراك، ممكن تابوا، صحيح؟ هذا المنطق موجود، صحيح؟ ما يوافقوهم، يقولون هم أخطأوا، هم كذا، منطق أشبه بالمنطق البكري، بمنطق المخالفين. لكن يقول لك فعلاً أنا ما أريد أتورط، ممكن التاريخ وصلنا بطريقة غير صحيحة، والناس في هذه الأيام يشككون بكل شيء، في هذا الزمن يشككون حتى في أصل الدين أصلاً، يشككون في الله سبحانه وتعالى،
ما بقي شيء ما شككوا به الناس. فما أدراك ذاك الوقت شنو يدخل في قلبك إذا أنت من الآن ما أصلت في قلبك البراءة من أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله. ستفتتن حتما، والفتنة أعظم وأشد الآن. على الأقل لا ترى المعجزات اللي ممكن الناس يتصوروها كمعجزات، حينئذ شنو يصير بيك؟ من الآن حملة تطهيرية. ثم العبد يعلم متى يقبض؟ متى؟ ممكن باكر وأنت على عقيدة غير سليمة يأتيك الحسين صلوات الله عليه يوم القيامة ويقف أمام وجهك ويقول لك: لم تبرأ من أعدائي، وليس منا من يدعي ولايتنا ولا يبرأ من أعدائنا. أين تذهب حين ذاك؟ تقول: كنت أراعي الأجواء العامة. أين تذهب؟